أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صدق الله العلي العظيم. كنت أريد أن أكمل حديثنا في الأسبوع الماضي ولكن بسبب بعض التصورات التي تكون مع حدوث هذه الأحداث الأخيرة في المنطقة من الحروب الداخلية والخارجية، لا سيما قضية اليمن، ارتأيت أن نتحدث بعيدا عن موضوعنا في الأسبوع الماضي. هناك شيء كثير غير مهم وقليل مهم، كثير من الناس، وكلامي عن المؤمنين. في أمثال هذه القضايا يفكرون ويتحدثون عن قضية لا ترتبط كثيرا بنا، ويهملون
لا أقول الكل، في كثير من الأحيان المؤمنون يهملون قضية هي الأساس المرتبط بنا. في هذه القضايا التي تحدث وليست بالجديدة، وللأسف الشديد طبعا الحديث يدور كثيرا ما في أذهان المؤمنين عن أن هذه القضايا هل هي علامات أو بداية علامات لقرب ظهور المولى أرواح العالمين فداه. أم ليست علامات؟ هذا الموضوع هل هو موضوع مرتبط بنا؟ تصوري أن هذه الأمور، هذا الموضوع ليس مرتبطا بنا، هذه علامات أم ليست علامات؟ هل قضية اليمن مقدمة لخروج اليماني؟ هل القضايا والسفك للدماء الذي حدث في سوريا مقدمة لخروج السفياني؟ العلامات سواء القطعية منها، وهي مجموعة من العلامات وبعضها مذكورة في روايات عديدة، الخمسة: الصيحة والخسف بالبيداء والسفياني واليماني وقتل النفس الزكية، وهناك علامات قطعية أخرى أيضا طبعا، هذه ذكرت في مجموعة من الروايات الشريفة. هذه العلامات القطعية، هل العلامة الفلانية تنطبق على القضية الفلانية؟ هذه قضية مرتبطة بنا؟ لا. نحن علينا أن نبحث في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أن نتعمق لفهم كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا صحيح، هذا جزء منه ضرورة لكل مؤمن، جزء منه فضيلة، سواء الروايات التي تتحدث عن العلامات التي تسبق الظهور الشريف أو سائر الروايات الشريفة. من الجيد، من الممتاز، بعضه ضرورة أن يتعمق الإنسان في هذه الروايات الشريفة. أما أن نأتي ونربط القضايا بعضها ببعض، هذا لا يرتبط بنا. لنفرض أن القضايا التي تحدث اليوم مقدمة لخروج اليماني، لنفرض، ما هو ارتباط هذا الأمر به؟ لنفرض أن القضايا التي كانت في سوريا مقدمة لخروج السفياني، ثم ماذا؟ أين من هذه القضية، أين الموقع الذي يرتبط به؟ لا يرتبط به هذا الأمر، مقدمة أو لم يكن مقدمة. نحن نعلم كمثال، وكل المسلمين يعلمون بذلك، للروايات المتواترة الكثيرة، أنه سيأتي الإمام أرواح العالمين فداه ويبسط العدالة المطلقة على وجه البسيطة. هذا نعلمه، هذا من بديهيات الإسلام.
ولكن هل نبحث أنه الإمام أرواح العالمين فداه كيف يبسط العدالة؟ بعض الشيء ذكر في الروايات الشريفة، نتعمق في هذه الروايات الشريفة عظيم، ولكن كثير من الأشياء خافية علينا، لا نعرف كيف يبسط العدالة. هذا الشيء الذي ما حصل على وجه البسيطة ولا مرة واحدة، وما تمكن، لا أقول لضعف في القدرة، لعدم القابلية، ما تمكن حتى الأنبياء أن يحققوه، أن يبسطوا العدالة على وجه البسيطة. حتى سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله ما تمكن، لا أقول ما تمكن لأنه ما كانت عنده القدرة، لا، القدرة كانت موجودة عنده، الأرضية ما كانت مهيئة. هذا الشيء كيف يحققه الإمام أرواح العالمين فداه؟ لا أعلم. يرتبط بي أن أبحث كيف يحققه زيادة على ما ورد في الرواية الشريفة؟ لا، سيأتي الإمام ويحققه. هذه القضية التي تدور كثيرا في الأذهان، في أذهان المؤمنين، عندما تحدث أحداث، تعلمون مجموعة من العلامات مرتبطة ببغداد، مرتبطة بالكوفة، مرتبطة بمكة والمدينة، الحدث الفلاني الذي حدث في الكوفة، في بغداد، في مكة، في المدينة، في بلاد أخرى، في صنعاء، هذه أماكن لها أحداث تسبق الظهور الشريف. الحدث الفلاني هذا يرتبط بالرواية الفلانية، من أين أعلم؟ ثم ما هو ارتباط هذه القضية؟ لنفرض أنه كذلك، ما هو ارتباطه به؟ يرتبط أو لا يرتبط؟ كثير ليس مهما هذا التفكير الكثير، وقليل مهم، تفكير قليل في أمر لا أقول المؤمنون لا يفكرون فيه، لا يفكرون، ولكن قليلا ما يفكرون في هذا الأمر، وهذا هو المهم، وهذا هو الأساس، هذا واجبنا، التهيؤ. متى يكون الظهور؟ لا يرتبط به هذا الأمر. هذه علامة أو ليست علامة، هذا لا يرتبط به، علي أن أتهيأ، سواء كانت العلامات ما كانت العلامات لا يهمني، أنا علي أداء واجبي، أن أكون مهيئاً. إذا كان الظهور الشريف اليوم ونأمل، أنا مهيئ الآن، أنا مهيئ، هذا الشيء المهم. هذه علامة أو ليست علامة؟ في الروايات الشريفة الله سبحانه وتعالى يصلح أمره في ليلة، أمر الظهور يصلح أمره في ليلة، يعني ماذا؟ عندما أنا أقول القضية الفلانية أنا أصلحها في ليلة، في ساعة، يعني مرة واحدة أعزم، مرة واحدة أقرر، هذا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى مستحيل، لأن معنى هذا أن الإنسان لا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل. أنا مرة واحدة اتخذت قرارا معينا، الله عز وجل لا يصنع كذلك، الله يعلم كل التفاصيل. يصلح الله أمره في ليلة، يعني ماذا؟ لا نتمكن أن نفسر هذه الرواية الشريفة بهذا المعنى. لعل من التفاسير لهذه الرواية الشريفة أن القضية تحصل فجائيا بالنسبة إلى الناس، يعني الناس مرة واحدة يرون الظهور، مرة واحدة بدون مقدمات، بدون هذه العلامات. العلامات صحيحة، أنا لا أقول العلامات غير صحيحة، العلامات صحيحة وذكرت في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في الروايات الصحيحة، ولكن أنا علي أن أبحث؟ لا، مرة واحدة الإنسان يرى أن الأمر حصل بين ليلة وضحاها، بين ليلة وضحاها يحصل الظهور الشريف. أنا أين أكون؟ أنا أتمكن بين ليلة وضحاها أن أصلح نفسي؟ أنا أتهيأ؟ هذا الشيء المهم، هذا الذي يلزم علينا أن نفكر فيه وأن نتحدث فيه.
أولا التهيؤ الروحي، أرواحنا نظيفة بمقدار ما نلتقي بمولانا، اللقاء بهذا المولى لا يحتاج إلى روح نظيفة، أنا روحي نظيفة. هل حدث أنني أستغفر الله عز وجل من ذنوبي، أتوب إلى الله عز وجل من ذنوبي لهذا الهدف لكي تكون روحي نظيفة؟ أبتعد عن بعض الذنوب لكي تكون روحي نظيفة؟ أتهيأ؟ تهيئ روحي هذا موجود، نتحدث فيه، نفكر فيه قبل التحدث. التهيئ النفسي، التهيئ العملي، أعمالنا بهذا المستوى. دعاؤنا بالفرج في الرواية الشريفة، وتعرفونها، أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، أكثروا. نحن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج في اليوم، كم مرة ندعو بتعجيل الفرج؟ ندعو، لا أقول لقلقة لسان، لا، ندعو، نطلب، كما أنه لو كان لي مريض عزيز علي في حالة حرجة خطرة في المستشفى، كيف أدعو الله عز وجل؟ هذا دعاء، هذا طلب من الله سبحانه وتعالى. إذا كانت لي حاجة ملحة، كيف أطلب من الله سبحانه وتعالى؟ أنا أطلب فرج الإمام أرواح العالمين فدا هكذا؟ في اليوم كم مرة أطلب هكذا؟ أكثر، وهذا إكثار، هذا الذي عندنا إكثار من الدعاء بتعجيل الفرج. وذكرت لكم سابقا بتعجيل الفرج للإمام لا لنا. نعم، فإن فيه فرجكم، أو في ذلك فرجكم، مضمون الرواية الشريفة. هو فرجنا في فرجه أرواح العالمين فداه، ولكن الدعاء بتعجيل الفرج له. هذه القضايا مرتبطة بنا. لا ننتظر علامات، العلامات قيلت من قبل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لماذا ذكروها؟ هم أعرف. وسنرى أن العلامات إن شاء الله تتحقق، والأهم من العلامات الظهور الشريف يتحقق إن شاء الله، وإن شاء الله يكون قريبا قريبا. أحد مراجع التقليد الكبار أدام الله ظله كان يقول: في يوم من الأيام سيكون الظهور، وبعض المؤمنين سيشهدون الظهور الشريف، نأمل أن نكون نحن. إن شاء الله يكون قريبا. أقرأ لكم، هذا كلامي كله مقدمة لقراءة بعض الروايات الشريفة، نستنير بالروايات الشريفة. الروايات في هذا المجال كثيرة، عظيمة، مفاهيمها عظيمة، تربيتها للإنسان عظيمة. بعض الروايات الشريفة أذكرها لكم. الحديث الشريف الأول في الكافي الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال الراوي: ذكرنا عنده، عند الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ملوك آل فلان، يعني بن العباس، كانوا يستعملون التقية لا يتمكنون أن يتجاهروا بالأسماء، آل فلان. ذكرنا عنده ملوك آل فلان، يعني كنا نتحدث عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن أنه متى يزول ملك هؤلاء
كانوا يتوقعون أن ظهور الإمام أرواح العالمين في الدار سيكون بعد في بزو يعني يكون زوال ملك بني العباس بظهور الإمام أرواح العالمين في الدار. فكنا نتحدث عن هذا الموضوع، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر. لعله أقول بعد من أبعاد هذه الرواية الشريفة، هذه الجملة من الرواية الشريفة، أنه ينشغلون بهذا الشيء. الاستعجال ليس معناه أن الإنسان يطلب تعجيل الفرج، هذا مأمور به في الرواية الشريفة، لا، الطلب حسن. ليس معناه أن الإنسان يتوقع ينتظر، الانتظار أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، هذا شيء عظيم، ليس المعنى هذا، لا، الاستعجال شيء آخر، لعله الاستعجال النفسي. أو إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر. إن الله، رواية جدا عظيمة هذه، هذا المقطع جدا عظيم. إن الله لا يعجل لعجلة العباد. أنا مستعجل، الله عز وجل مو مستعجل. أنا أرى أنه صار وقت الظهور الشريف، الله عز وجل شيء آخر يرى. أنا رؤيتي محدودة، أرى حولي، الله عز وجل يعرف. إن الله لا يعجل لعجلة العباد، إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخروا. الدعاء مؤثر، قطعا مؤثر، وفي الرواية الشريفة هذا شيء وارد، هذا الشيء المؤثر يلزم علينا أن نعمله. إصلاح النفس مؤثر، قطعا مؤثر، بنسبة، أي نسبة الله العالم، هذا علينا أن نفعله. رواية شريفة أخرى في التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة في مقطع منه: فأغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم، ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم. شيء أنتم لا تعرفونه، خلاص، شيء خارج عن إطار قدرات عقلكم عقولكم، خلاص. ضوابط الظهور ليست لعقولنا أن تدركها، خلاص. ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم، الله عز وجل كفاكم، جعل علمه عند شخص هو الذي يعرف، به كفاكم. وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، هذا مرتبط بكم. لا تسألوا عما لا يعنيكم، لا تتكلفوا علم ما قد كفيتم، هذا لا يرتبط بكم. الشيء المرتبط بكم ما هو؟ وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، هذا مرتبط بكم. في حديث شريف آخر في كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق عن المفضل قال: سمعت الإمام أبا عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والتنويه، أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم، ولتمحصن حتى يقال مات أو هلك بأي واد سلك، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، ولتكفأن كما تكفأ السفن في أمواج البحر، العياذ بالله. تكفأن، هذه القضية ليست قضية قاتل، هذه قضية عقيدة، البعض يسقط والعياذ بالله تعالى، وما أكثر من سقط.
العياذ بالله تعالى. ولا ينجو في مجال العقيدة إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة. اثنا عشرة راية مشتبهة، هذه غير القضايا الصغيرة بالعشرات. في كل يوم خرج شخص، هذا يدعي أنه ابن الإمام، ذاك يدعي أنه الوكيل المطلق للإمام، ذاك يدعي أنه، هذه الادعاءات. بمقدار عمري القصير أنا رأيت لعلي ما يقارب من 20 موردا، أنا رأيت. هذه عادية، لا، الرايات التي ترفع 12 راية مشتبهة، راية الكبرى يعني. ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، لا يعرف، الناس يضيعون. قال المفضل: فبكيت، فقال لي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا أبا عبد الله، كنية المفضل أبو عبد الله، ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت: وكيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، فكيف نصنع؟ راية مشتبهة يعني تأخذ جامع من المؤمنين، ماذا نصنع نحن؟ هذه الكلمة ما أعظمها من بشارة. قال عليه الصلاة والسلام، قال المفضل عفوا، قال: فنظر عليه الصلاة والسلام إلى شمس داخلة في الصفة، نور الشمس كانت داخلة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا عبد الله المفضل، ترى هذه الشمس؟ قلت: نعم. قال: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. صحيح هناك رايات مشتبهة، وصحيح أن البعض يذهب والعياذ بالله، ولكن افتح عينيك بالفعل، اطلب الحق، ترى الحق كما ترى الشمس، لا يضيع الحق عليك. هذه الرايات المشتبهة تأخذ أناسا قلوبهم غير صافية، يلزم أن يمحص المؤمنون. أما كن ثابتا، اطلب الحق، لا، الحق واضح. أمثل لكم بمثال إخواني، ومثلت هذا المثال لأحد المؤمنين. قضية ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قضية مشكوكة مشتبهة، كم هي واضحة؟ أليست واضح وضوح الشمس في رابعة النهار؟ واضحة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وآله أوضح أم لم يوضح؟ قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قال خليفتي، قال وصيي، قال الإمام من بعدي. ما الذي يلزم أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال، أوضح. في غدير خوم الصديقة الكبرى سلام الله عليها في مضمون الرواية الشريفة تقول: وهل ترك أبي رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد يوم غدير خوم عذرا؟ بعد الغدير يبقى عذر لأحد؟ لا، بعد أكثر من هذا. رسول الله أوضح أم لم يوضح؟ يوضح، أوضح. القضية عندنا واضحة مثل وضوح الشمس؟ نعم واضح مثل وضوح الشمس، ولكنها تخفى على بعض الناس. لماذا تخفى على بعض الناس؟ افتح عينيك ترى الواقع. على مر التاريخ آلاف من العلماء اهتدوا إلى طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كيف اهتدوا؟ وكيف لم يهتدي آخرون؟ هؤلاء فتحوا عيونهم، رأوا واضح، الأمر واضح وضوح الشمس. نعم، لا تريد أن ترى الواقع؟ لا ترى الواقع. تريد أن تتعصب لفلان وفلان؟ تعصب، لا ترى الواقع.
القضية هكذا، قضية الإمام هكذا تكون. افتح عينيك ترى. رواية شريفة أخرى أقرأها لكم. هذا أيضا فيما يرتبط بنا، لا نفكر في أمور أخرى. هذا الحديث ورد بأسانيد عديدة صحيحة وصحيحة في أعلى درجات الصحة في مصادر عديدة، في كمال الدين، في الكافية الشريف، في مصادر أخرى. الرواية الشريفة هذه التي أقرأها الآن لكم عن عبد الله بن سنان، نفس هذا المعنى ذكر عن عدد من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام. عن عبد الله بن سنان، عبد الله بن سنان من أوثق الثقات من الفقهاء الكبار من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال: دخلت أنا وأبي على الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، فقال: فكيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى؟ أنتم في زمن الإمام الصادق أنتم متنعمون ترون إمامكم، فكيف بكم؟ فكيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى ولا علما يرى ولا ينجو منها، أو من تلك الحيرة في نسخة أخرى، ولا ينجو منها إلا من دعا دعاء الغريق؟ ما هو دعاء الغريق؟ يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء الغريق. ولا ينجو منها أو من تلك الحيرة إلا من دعا دعاء الغريق. فقال له أبي: إذا وقع هذا فكيف نصنع؟ في عبارة أخرى قال أبوه، يعني أبو عبد الله بن سنان، قال: هذا والله البلاء. بالفعل كلامه صحيح، هذا بلاء. الإنسان لا يرى إمامه، هذا بلاء، وما أعظمه من بلاء. هذا والله البلاء، فكيف نصنع؟ جعلت فداك حينئذ. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنت فلا تدركه. القضية ليست عنك، أنت لا تدرك تلك الأيام، أنت تعيش في أيام إمامك موجود أمامك، ولكن سيأتي أناس مؤمنون، أما أنت فلا تدركه. فإذا كان ذلك فتمسكوا بما في أيديكم حتى يتضح لكم الأمر. امشوا على الدرب، خلاص. ماذا به أمر به أمير المؤمنين؟ ماذا أمر به الإمام الحسن؟ ماذا أمر به الإمام الحسين؟ ماذا أمر به الإمام الباقر والصادق؟ ماذا أمر به أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ هذا الذي عندكم، اعملوا به، خلاص، امشوا في الدرب. فتمسكوا بما في أيديكم، الذي عندكم تمسكوا به. ماذا عندنا نحن؟ عندنا مصدر كبير من منبع الوحي، عندنا كلمات محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. هناك روايات شريفة أخرى في هذا المجال، نكتفي بهذا المقدار. الدعاء، دعاء الندبة، دعاء العهد، أربعون صباحا الإنسان يلتزم بدعاء العهد. كم مضى من عمري أنا؟ أكثر من 40 سنة، أكثر من 50 سنة، أكثر من 70 سنة، 80 سنة، 20 سنة، 10 سنوات. 10 سنوات يعني كم 40 يوم فيه؟ 40 يوم فقط.
عند الصباح الإنسان يقرأ هذا الدعاء المختصر. حدث مرة أن قرأت 40 يوم هذا الدعاء. طبعا بعض المؤمنين ولله الحمد ملتزمون طيلة سنوات ملتزمون. لا أريد أن ألتزم 40 يوم، والأثر هذا الأثر العظيم. الإنسان يكون يدرك تلك الأيام، إما يطول الله عز وجل عمره أو حتى إذا مات الله عز وجل يرجعه. الدعاء أدعية أخرى أيضا، وادع بما جرى على لسانك، دعاء عادي أن تقول. والتهيؤ الروحي والعمل. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين